ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه. كل حجاج بيت الله الحرام يعرفون هذا المكان، إنها مزدلفة. يبيت الحجاج هنا بعد أفضل يوم في السنة، يوم عرفة. مزدلفة أرض الذكر والتكبير، فماذا أنزل الله عن هذه الأرض؟ شيخنا الحبيب، حديثنا اليوم عن آيات مزدلفة. حدثنا شيخنا عن مزدلفة. نحن الآن في مزدلفة، ومزدلفة أحد المشاعر المقدسة، تقع جنوب شرق المسجد الحرام وتبعد عنه 8 كيلو، وهي بين عرفات ومنى، فيفصلها عن منى وادي محسر فقط، وعن عرفات 6 كيلو. مزدلفة أرض منبسطة حولها الجبال، من الشرق المأزمين وهو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، والمأزم هو الطريق الضيق بين الجبلين، ومن الشمال جبل ثبير. وثبير كما سبق أن قلنا، في منى ثبير وفي مزدلفة ثبير، لكن هذا ثبير النصع. ومن الغرب وادي محسر، ومن الجنوب المراخيات. في مزدلفة معالم، من أهمها المسجد الذي هو المسجد المشعر الحرام، وجبل قزح. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاض من عرفات إلى مزدلفة نزل في نفس المكان الذي بني فيه المسجد. هذا المسجد بني في القرن 3 الهجري، فنزل فيه وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم بعد ذلك نام النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، ثم صلى الفجر بغلس أي في أول وقته، ثم أتى بعد ذلك جبل قزح، وقف على هذا الجبل على ناقته القصواء، ثم استقبل القبلة وذكر الله في هذا المكان وكبر وهلل حتى أسفر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في أمور كثيرة. الحج كان قبل الإسلام لأنه من عهد إبراهيم عليه السلام، لكن المشركين أحدثوا بعض الفروقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعادها إلى ما كانت عليه. من ذلك أن قريشا إذا جاءت إلى في يوم عرفة تأتي إلى مزدلفة، فتنزل في مزدلفة وتقول هذا المشعر الحرام ونحن الحمص أهل الحرم، لا نخرج إلى الحل لأن عرفات في الحل. وكان العرب في الجاهلية يأتون إلى عرفات فيقفون فيها ثم يفيضون، فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه أول مخالفة. الأمر الثاني أن العرب كانوا يفيضون من عرفات قبل أن تغرب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وأفاض بعد غروب الشمس، وحين أتى إلى مزدلفة أفاض بعد أن أسفر جدا، لأن العرب كانت لا تفيض من مزدلفة إلى منى إلا بعد أن تشرق الشمس، وكانت تقول أشرق ثبير كيما نغير. كل مناسك الحج ذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى أكد الذكر هنا بالتحديد في مزدلفة، فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. تأملت شيخنا الحبيب ما ذكرته من الحديث في فضل الذكر وعظيم أجره وأنه من أفضل العبادات، واستشعرت بأن العبادات كلها تدعونا إلى الذكر، بل إن الله عز وجل وجهنا إلى الذكر بعد انتهاء العبادة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله.
الذكر في حياة المؤمن في كل أوقاته. في الحج النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يسير في طريقه إلى مكة مر على جبل اسمه جمدان، قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج كلها أنها لذكر الله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وبعد أن دخل إليها من الزوال إلى غروب الشمس منشغل بذكر الله. حينما أتى إلى مزدلفة وقف يذكر الله تعالى بعد الفجر إلى أن أسفر جدا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وفي منى واذكروا الله في أيام معدودات. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. الله أكبر. فالحج وجميع العبادات كلها لإقامة ذكر الله عز وجل. الذكر عبادة خفيفة وعظيمة يستطيعها الغني والفقير. نعم. الفقراء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم. بما دلهم؟ بالذكر. الله أكبر. يستطيعها القوي والضعيف، أسهل عبادة. نعم. وأعظمها ولا تحتاج الله. إلى وقت. الله أكبر. وجعل فضلها وعظيم أجرها عند الله عز وجل أكبر من كل شيء. الله. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. المصطفى صلوا عليه. المصطفى صلوا عليه. لعلنا لن نحصي فضائل الذكر، ولكننا يجب أن نتيقن أن الذكر سلاح للمؤمن من كل شر ومن كل نسيان ومن كل كرب. وهذا ما حصل للشيخ جمال عبد الناصر الذي التقيت به في برمنغهام، وهو حافظ للقرآن قارئ ومقرئ أتم حفظه وهو في عمر 12 سنة. مرحبا شيخ فهد. كيف حالكم؟ الله يبارك خير. فيك. الحمد لله شيخ جمال. الله يبارك فيك شيخ فهد. فيكم. هذا مسجدنا، مرحبا به، مسجدنا في برمنغهام جرين لين مسجد. معروف هذا المسجد. الله أكبر. زرته من قبل. نعم أنا إمام في كلبن في لندن. نعم. منطقة اسمها كلبن. نعم. ولكن الآن ألقي دروس هنا. نعم. أزورهم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شيخ جمال تبارك الرحمن لك قصة جميلة جدا مع الأذكار، نريد أن نعرف أسرار الأذكار معك. أنا أتذكر في 2017 حصلت معي موقف عجيب مع الوالدة ومع فضل الذكر. كان عندي سفر إلى الحج، وليلة السفر أعني ليلة قبل السفر كنت في المسجد أدرس قرآن، فتأخرت كثيرا في المسجد ورجعت البيت ولم أجد الجواز، جواز السفر. مشكلة. مشكلة كبيرة. لم أجد، وأنا قلت في نفسي لعل الوالدة هي احتفظت بالجواز. But she was asleep and I made a conscious decision. I remember that I did it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I hope so, but that's how I felt at the time, that I'm not going to wake her up. Okay, the chances are that she at Fajr tells me she doesn't have it. I said, I'm prepared to take the risk. So alhamdulillah, we woke up for Fajr, Allah woke us up. And I asked her, do you have my passport? She said, I haven't seen it. And she said to me, صلي على رسول الله ولن تجد إلا خيرا. أتذكر يعني قرأت بالصومالي وقالت صلي على رسول الله ولن تجد إلا خيرا. وبدأت أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبحث في البيت ولم أجد الجواز في أي مكان. هي بدأت تشتغل معي وتبحث عن الجواز كذلك. She had like an إلهام or like a feeling in her heart that she should look in the bin. So she went to the bin
And she began searching the bin and looking in the bin. And I thought at the time that was ridiculous to check in the bin. But she looked, looked, looked. And then in the bin, she found a plastic bag that was tied. فتحت الكيس هي كأنها تعرف يعني من قلبها. فتحت ووجدت الجواز. الجواز. فعطتني الجواز وقالت يلا روح الحج وحج مقبول. وقالت لي هذا حديث. هي التي علمتني، قالت هذا حديث الرسول الله عليه الصلاة والسلام، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله. جمع الشيخ جمال بين فضلين عظيمين، بين بر والدته وبين هذا الذكر العظيم، وهو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الذي أشار إليه الشيخ جمال على لسان والدته هو الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبي بن كعب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وقد جمع الله سبحانه وتعالى فيه أعلى مطالب الدنيا وهو كفاية الهم، وأعلى مطالب الآخرة وهو مغفرة الذنب. فحيثما واجهتك مشكلة فأكثر من الصلاة والسلام على حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. In London and in these other cities in the UK, there are struggles and there are trials and temptations, and the Muslim children and their parents and their families have really understood that where they're going to be safe is the masajid, studying the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if they are in the school, then they have fitan. If they are outside of the school, socializing with other people on the streets, there are fitan. If they are at home, even maybe in the home, there's fitan. You never know. But when they go to the houses of Allah are not places of fitan. The houses of Allah subhanahu wa ta'ala are places of khair. أثر القرآن على الشباب هنا في بريطانيا، أهمية القرآن، هل وجدت هذا الشيء؟ الشباب الآن يدرون ويعرفون أهمية القرآن في حياتهم. تجد من ما شاء الله عنده في دنياه يعني مراتب عالية في العمل أو في التجارة أو في كذا، ولكن تقول له كلام بسيط، تقول له أنت وصلت إلى هذه المراتب بدون قرآن. كيف مع القرآن؟ الله. فبهذا الكلام يعني يتأثر وقلبه يتحرك وينطلق، وبعدين يصير ما شاء الله رجل مع القرآن ومع الدنيا ومع الدين ومع كل الخيرات يعني. كل الجوانب. المصطفى صلى. المصطفى صلوا عليه. The Quran has given me firstly contentment. Contentment. I remember before I developed an attachment with the Quran, maybe in the early years I was hafiz. So that time I still wasn't unsure. I was unsure about my identity and what I was doing. But now I feel very comfortable in who I am and my identity, and I feel sharaf and I feel honor that Allah subhanahu wa ta'ala has utilized me in this way. So the Quran has given me firstly comfortability and identity. The Quran has also given me a lot of openings, whether it means family, getting married, alhamdulillah, whether it means work and rizq, whether it means having a great relationship with my family, my parents and my siblings, whether it means having a great relationship with the people I meet in the masajid and the communities. And all of this, I believe, has only come from the Quran. فالشباب يقرؤون هنا في حفظة، في من يقرأ القرآن بالعشر وقراءات العشر الكبرى ويقرؤون غيرهم. وتجد شاب يعني في العشرينات أو حتى أقل من ذلك يعرف القراءات السبع والعشر. الله الله. ففي إقبال الحمد لله. أفضل الأعمال ذكر الله، وأفضل الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى. ففي كل بلد عربي أو غربي تجد القرآن حاضر في المساجد والمراكز والمدارس. القرآن ملاذ المؤمن وحصن ونوره. يقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وللأسف اليوم نجد من بعض المسلمين إما محاربة أو تكاسل عن القرآن الكريم. أقول لهؤلاء: تعال وألقي نظرة على حلقات القرآن في البلاد الغربية، كيف يتشوقون لحضور هذه الحلقات في هذا المجتمع، مجتمع غير مسلم. نعم نقول فلان يحفظ 5 أجزاء 6 أجزاء، ومع معترك الفتن الذي يعيش في هذا البلد وطريقة الدراسة وفتن التعليم والاختلاط، تقول لي قراءات 10
تقول لي أنت تقرأ ما شاء الله وكل أسبوع يختم عليك أحد وتعطي أسانيد، يعني هل القرآن يحفظ الشاب؟ يحفظه يعني من هذه الفتن؟ بالتأكيد. نعم. بالتأكيد شهواته قد تكون قوية. نعم. والقرآن أقوى. الله. أنا ممكن أقول لهم الآن أنه والشيخ أنتم ممكن تقول لهم كذلك أن القرآن يحفظك، لا يعرفون معنى ذلك. نعم. لكن مع موقف أو مع تجربة شخصية في حياتهم يعرفون خلاص. الله. وبعدين تجدهم مستقيمين. نعم. I believe personally that the Muslim who's a hafiz of Quran should mix with the people who are not Muslimin. Or even the people who are Muslims, but maybe their iman is low, so that he can be a qudwa for them and a role model. And if it's a female, then the same thing as well. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you could say he was brave, he was nice, he was kind, he used to smile, he was courageous. He was that person who always used to be serving other people. He was very humble. These are all attributes he had. But when they asked about these attributes, they did not reply in that way. They answered in a very brief way. And even when they answered in a brief way, they could have said anything. But they chose to speak about the Qur'an. They said everything about this man, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, is about the Qur'an. So this now has affected me because the Qur'an, I realize, is not just mastering its sciences and mastering the ilm. It's about mastering its amal as well. Mastering its conduct and its application. And when you live with the Qur'an like this, this is when your life will change. So absolutely, if the people of the Qur'an, they are not mixing with the others, then there's going to be no one else to fill that space. So it's going to have to be the people of the Quran. واحد من الشباب كان يقرأ علي كان في اليوتيوب. وقت الذي بدأ معي كان في اليوتيوب وكان ما شاء الله من الكبار الذين كانوا باليوتيوب. الله. عندهم متابعون كثر وكذا. ما كان يعرف شيء ديني يعني. نعم. ما كان يعرف يفعل شيء ديني. يوتيوبر هو يعني. يوتيوبر نعم. عادي يعني. نعم. أنا ما قلت له وقف ولا ما توقف. بس أنا تكلمت معه بالقرآن بس. نعم. هو أحب القرآن وأحب اليوتيوب خرج منه. الله أكبر. وسألته فيما بعد لما تركت اليوتيوب من قال لك أترك؟ ما في أحد قال لك أترك. قال أنا تركت لأن حب القرآن الله أصبح أقوى عندي. والله أنها كلمة عظيمة. حب القرآن أقوى. الله أكبر. بل أثر القرآن أقوى. يقول الله سبحانه وتعالى واصفا القرآن في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أي لو كان هناك شيء يسير الجبال ويقطع الأرض ويحيي الموتى لكان هذا الشيء هو القرآن الكريم. هذا تأثير القرآن في الجمادات، فكيف يكون تأثيره في الأحياء كما حدث لهذا الشاب البريطاني. والله لو خرجت من هذه الحلقة بهذين الأمرين القرآن والذكر وكنت ممن يلتزم بهما يوميا، أقسم لك بالله أنك ستكون في حال أفضل مما أنت عليه اليوم. There was one lady, my friend told me the story. I personally don't know the story. And he mentioned that she used to listen to music a lot. She's not Muslim. And he used to play the Quran in his car all the time. So sometimes the Quran would reach her house and her window. So she didn't understand this is Quran. She said, what is this music? So he took it as an opportunity for da'wah. And he said, do you like this music? And she said, yes, I like it. Can you give me the name and what I can find on YouTube? And he gave it to her. She began listening to it and she found out this is not music. This is Quran, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And he told me later on she became Muslim after this. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. حين تؤرقك الذنوب وتكثر عليك الديون فعليك بالصلاة على الرسول، اللهم صل على نبينا محمد. حين ينقص الإيمان ويضعف الوجدان فعليك بالصلاة على الرسول. حين تتعسر الأمور وتكثر الحاجات في الصدور فعليك بالصلاة على الرسول. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وليكن قدوتك. أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى ما كان ينطق عن هوى من غيث
به قلبي ارتوى. ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره. صلوا عليه وآله. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى. صلوا عليه. بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين. مكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين. بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين. مكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى. صلوا عليه.